قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن. في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم في أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان. وخلال مراسم تسليمهم الشهادات، ألقى اللواء محمد صبح مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم. كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذوي الهمم أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوي الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والاهتمام. حابب أشكر السيد رئيس الجمهورية على الدعم المتواصل والمستمر لذوي الهمم. حابب أشكر كمان إدارة التجنيد، الحقيقة حاجة يعني معتادة جدا من القوات المسلحة على دعم أبنائها من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية. بيرعونا، بيخدمونا، في أي طلب بنخش فيه بيهتموا بينا. ما تعبناش في أي حاجة، الناس كلها 100 100، والناس على أكمل وجه، مراعين الناس آخر مراعية. ربنا يبارك في الجيش يا رب، وإحنا في ظهر الجيش. تحيا مصر، تحيا مصر.